بمهدك آيات ظهرن لفطرس بمهدك آيات ظهرن لفطرس وآيات عيسى أن تكلم في المهدي بمهدك آيات ظهرن لفطرس وآيات عيسى أن تكلم في المهدي فإن ساد في أم فأنت ابن فاطم فإن ساد في أم فأنت ابن فاطم وإن ساد في المهدي فأنت أبو المهدي. بمهد الباري آيات ورد لا والله ورد لا ورد لا بمهد الباري آيات ورد لا ورد لا وفطرس رجع جناحه ورد لا ورد لا وأصبح ذكر أبو اليمة ورد لا ورد لا وشفيع صار يم ربي البري يا صلوات والله فطرس شلب بمهد مهد لا فطرس شلب بمهد مهد لا مهد لا وطريج التوبة يا مربى مهد لا مهد لا ظهرت آيته وشفته مهد لا يهز جبريل بي صبحي ومسي صلوات أهنينا يا طير السعاد سبط النبي ليلا ولاد هنينا يا طير السعاد سبط النبي ليلا ولاد هنينا يا طير السعاد سبط النبي ليلا ولاد هنينا يا ليش ما تجاوب ليش يعني هذا جوابك بس انا اطفي الميكروفون ترى وما علي بالبث المباشر انا اريدك تجاوب اريدك تفرح هنينا يا طير السعاد سبط النبي الليلة ولاد هنينا يا طير السعاد سبط النبي هننا هننا يا طير السعاد سبط النبي وين جوابك هننا يا طير السعاد سبط النبي اي هذا النبي جد جبريل هزم اهدى وفطرس حضر عنده طيب لجنحانه اقطع الى البيده قول الذي تريده تلقى الفرج بيده موجود مفتاحه بسمه تحيل كل الشداد سبط النبي الليله ولاد هنينا يا طير السعاد سبط النبي الليلة ولاد هنينا يا
هذا النبي جدة وجبريل هز مهدى وفطرس حضر عنده طيب لجنحانة اقطع إلى البيدة قول اللي تريده تلقى الفرج بيده موجود مفتاحه بسمة حيل كل الشداد سبط النبي الليلة انولد هنينا يا طير السعاد سبط النبي بعد هنينا يا للهادي ريحانة والدنيا فرحانة وقلوب والهانة متلهفة النورة صوت الفرح بادي بكل محفل ينادي بريحانة الهادي بريحانة الهادي الأكوان مسرورة يا فرحة ما منها بعد سبط النبي الليلة انولد هنينا يا طير السعاد ايه هنينا يا طير السعاد ايه ليلتنا نحييها وفرحتنا نبديها وفاطم نهنيها مولودها الغالي ليلتنا نحييها وفرحتنا نبديها وفاطم نهنيها بمولودها الغالي للشاعر عمر فاروق البدراوي اي الحسين ابو اليمة فدوى الحلا تسمى رسم النبي رسمة وجه ضوي لالي بدري ويلالي بالمهد سبط النبي الليلة انولد هنينا يا طير السعاد سبط النبي وين جوابك هنينا يا يا فرحة محلاها بارينا يرعاها سبط النبي طه هالليلة ميلادة نحمل ورد ودنا بأحلى قصايدنا للمهدي قائدنا ونهني السادة ونهني السادة ونجدد وياه العهد سبط النبي الليلة انولد هنينا يا طير السعاد سبط النبي صوتك هنينا يا اي هذا النبي جدة وجبريل هز مهدى وفطرس حضر عنده طيب لجنحانة هذا النبي جدة جبريل هز بعد سمعني هذا النبي جدة جبريل هز مهدى وفطرس حضر عنده طيب لجنحانة اقطع إلى البيدة قول اللي تريده تلقى الفرج بيده موجود مفتاحه بسمة حيل كل الشداد سبط النبي الليلة انولد هنينا يا طير السعاد سبط النبي بعد هنينا يا ايه هنينا يا طير السعاد سبط النبي الليلة انولد
هنينا يا الله حكم بالنار يوم القيامة. تخيل تخيل يوم القيامة والله سبحانه وتعالى هو الحاكم. الله حكم بالنار في المحشر على اثنين ما بين ما هم في الدرب للنار يمشوا، طافوا على الجنة وعليها فروا العين. اثنين الله سبحانه وتعالى حكم عليهم يوم القيامة انهم يروحون النار، وهم رايحين للنار قاموا يطلون على الجنة بزاوية عينهم كذي. ها الله حكم بالنار في المحشر على اثنين ما بين ما هم في الدرب للنار يمشون، طافوا على الجنة وعليها فروا العين، شافوا الجنة خالية وصاروا يشمتون. عجيبة الجنة خالية، لعد وين شيعة علي؟ وين اللي يلطمون؟ وين اللي يجون المساجد؟ وين هم؟ أشو الجنة خالية؟ قاموا يشمتون. طافوا على الجنة وعليها فروا العين، شافوا الجنة خالية وصاروا يشمتونها. وين شيعة فاطمة وحيدر علي؟ وين وين شيعة فاطمة وحيدر علي؟ وين وين اللي قالوا كلهم الجنة يدخلوا؟ وينهم وينهم؟ قالوا احنا رايحين الجنة، الجنة ما بيها احد حتى لو طفلين، حتى اطفالهم ماكو. الجنة ما بيها احد لو حتى طفلين، نادتهم الأملاك صخوا ولا تعقروا، لا تشمتوا تستعجل الظن بعض مو زين. الشيعة كلهم دخلوا الجنة وبلا ظنون، لعد وينهم؟ الشيعة كلهم دخلوا الجنة وبلا ظنون، بس تدري في شعبان عدهم مولد حسين، بس تدري في شعبان عدهم مولد حسين، طلعوا زيارة الكربلاء وبكرة يردون. حتى وإحنا في الجنة ما نترك الحسين، رايحين زيارة يعني رايحين زيارة، نطلع من الجنة نروح إلى جنة الحسين، زيارة إلى كربلاء المقدسة، نزور الحسين ونزور هذه التربة المباركة الطاهرة ونرجع مرة ثانية للجنة. فيها شيء؟ ارفع أصواتك بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا شيال العلم فانهم يلاقونا، هذا شيال العلم فانهم يلاقونا، فانهم يلاقونا، هذا شيال العلم، هذا شيال العلم، إيه هذا شيال العلم، هذا شيال العلم. صاح راوني المراجل انا عباس ابو فاضل، الف من عندكم اقابل لو ما تدرون، لو ما تدرون. اقروا تاريخ الحرايب اني ما هم بالصعايب، من اطب اعمل مصايب وين ترحون، وين ترحون. واللي ما فهم فانهم يلاقونا، واللي ما يفهم فهم فانهم هذا شيال العلم، هذا شيال العلم. بس 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 وقف وقف وقف، راح نقسم المجلس، راح نقسم المجلس. هالجهة اليمنى يقولون هذا شيال العلم، والجهة اليسرى يقولون فانهم يلاقونا. هذا شيال العلم،
هذا شيء. هذا شيء للعلم اي صاح راون المراجل انا عباس ابو فاضل الف من عندكم اقابل لو ما تدرون اقروا تاريخ الحرايب اني ما هم بالصعايب من اطب اعمل مصايب وين ترحون واللي ما يفهم فهم فنهمي اي واللي ما يفهم فهم اي هذا شيء للعلم اي من اطب الحوم عيدي لازم السكان بيد لان فقار رصيد وهذا معروف هذا خالقني فداء الله خالقني فدائي وهذا موجود بدماء كربلائي كربلائي كل شي مكشوف قاصي وداني علم فنهمي اي القاصي وداني علم فنهمي اي هذا شيء للعلم هذا شيء للعلم اي من اطب الحوم عيدي لازم السكان بيت لان فقار رصيد وهذا معروف الله خالقني فداء الى شاعر اهل البيت حيدر تركي الكربلاي الله خالقني فداء وهذا موجود بدماء كربلائي كربلائي وكل شي مكشوف القاصي وداني علم فنهم يلاقوا القاصي وداني علم فنهم اي هذا شيء للعلم اي هذا شيء للعلم اي صاح عباس المناضل هم سمعتوا بالزلازل يوم زلزل هالجحافل انا عباس انا عب اي انا عباس اي درب ابوي اليوم كمله على جمع احمل الحمل صعبه لا تظنوها سهله بيدي مقياس بيدي مقياس اي منه من عند سلام فنهم ايلاد هذا شيء للعلم فنهم هذا شيء للعلم هذا شيء للعلم هذا شيء للعلم اي هذا شيء للعلم إيه هذا شيء للعلم إيه صاح عباس المناضل هم سمعتوا بالزلازل يوم زلزل هالجحافل أنا عباس أنا إيه درب أبوي اليوم كملة على جمع أحمل بحملة صعبة لا تظنوا أسهل بيدي مقياس اي منه من عند سلام فانهم يلاقونا منه من عند سلام اي هذا شيء للعلم هذا شيء للعلم اي هذا شيء للعلم اي هذا شيء للعلم هذا شيء للعلم
ما يجيب الكون مثله بالوفا العباس قبل الجود بيمينه يحل كل احساس حيار العالم وفاء وعرفة الدنيا نداء ضحى كل شي الكربلاء هو نبراس جاد بجفوف رسا فانهم يلاقونا أم جاد بجفوف رسا فانهم هذا شيال العالم القنطرة حارسها وهو بالشجاعة صار قدوة هو للخوة إخوة واسمه وفاي بالحمى حامل حمية واسمه ليث الغاضري تعرف زين جيوش ومية كل شهواي كل شهواي جاد بجفوف رسام فانهم يلاقوا أم جاد بجفوف رسام فانهم هذا شيال العالم 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 أنا ما أريد أمدح العباس وهو العباس بالطف موقفي مدحة أنا ما أريد أمدح العباس وهو العباس بالطف موقفي مدحة قالوا سولف النشصار وسر قلب الموالي بليلة الفرحة قلت لهم صقر على لبس الوجدان ورفرف على الأرض جنحة عواصف نزل بكوفان بهذاك اليوم ما ينعرف ليل الوقت من صبحة اليفر من سيف أبو فاضل يرد معلق برمحة اليفر من سيف أبو فاضل والله يرد معلق برمحة لعبيها وغدت ذبحة لعبيها وغدت ذبحة لعبيها ولعبيها ولعبيها لعبيها مثل ما يلعب البطران بالسبحة لعبيها أبو فضل لعبيها أبو لعبيها أبو فضل لعبيها لعبيها أبو اجت أم البنين تقمط العباس قال لها علي فنج تقمطينا صعبة صعبة كلش أبو فاضل يقمطونه هذا البطل هذا الشجاع اجت أم البنين تقمط العباس قال لها علي فنج تقمطينا شتقمطين من عنده يا أم عباس وهو المشرق يسرته والمغرب يمينا وشلون الكون تقمطينا وشلون الكون وشلون الكون تقمطينا وشلون الكون تقمطينا وشلون الكون تقمطينا وشلون الكون تقمطينا ما شرب قطرة بن حيدر وحق حيدر ما شرب ما قرب واحد الحد بارك الله فيك وأيامك ولياليك إن شاء الله كلها عامرة بالأفراح وأسأل الله تعالى بحقه بالفضل باب الحوائج أن يقضي حوائجك حوائج المؤمنين كلها ويشافي مرضاكم إجت ما شرب قطرة بن حيدر وحق حيدر ما شرب ما قرب واحد الحد والله أحلف ما قرب مو كفو أصلا واحد يقرب لأبي الفضل العباس
ما شرب قطرة بن حيدر وحق حيدر ما شرب، ما قرب واحد الحدة والله أحلف ما قرب. كان شال الدجلة بيده وكض على نهر الفرات وشاش الأخشى الطيل العرب، كان شال الدجلة بيده وكض على نهر الفرات وشاش الأخشى الطيل العرب. عمي بس زينب وقفت قدامه، بس زينب وقفت، بس زينب وقفت قدامه، بس زينب وقفت قدامه، بس زينب وقفت يستاهل رفع العقال، بس زينب وقفت قدامه، بس زينب وقفت، بس زينب وقفت. المثل عباس ما حد يوصفه يقدر لشاعر اهل البيت عماره ليل الواسطي. المثل عباس والعباس ما حد يوصفه يقدر، هذا الشبل من ياليه حي الله الولي حيدر، راضع غيرة من زغرة لذلك يكفل الخدر. ها ها، والغيرة باسمه مسميها، والغيرة باسمه، والغيرة باسمه مسميها، والغيرة باسمه مسميها، والغيرة باسمه مسميها، والغيرة باسمه مسميها. عين البسمة بالغيرة علم ويرف على السبعة، الباء الألف باب الله اللي يطلب حاجة ما يرجع، حرف السين سور الله، حرف السين سور الله بجفوف الصفة درعها. ها 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 اخوتي، ها 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 اخوتي، ها. ومن يعبر سور الله العالي، من يعبر سور الله العالي، إلهي بأبي الفضل العباس بباب الحوائج اقضي حوائج المحتاجين. على راسي، أعيد لك، أعيد لك. للصبح وايد صعبة لأن أولاً وراي رادو، ثانياً باكر عندهم امتحانات، ترى أنا وإنت مخلصين المدرسة. إنت طالع من المدرسة؟ ثلاثة أنعام، قلت لي أعد لشاعر أهل البيت عمار هليل الواسطي. عين البسمة بالغيرة علم ويرف على السبعة، الباء الألف باب الله اللي يطلب حاجة ما يرجع، حرف السين عباس، حرف السين سور الدين بجفوف الصفة درعها. اخوتها ها اخوتها، ما اسمع سمعي ثقيل، ها اخوتها ها اخوتها. ومن يعبر سور الله العالي، من يعبر سور الله، من يعبر سور الله العالي، من يعبر سور الله العالي، من يعبر سور الله العالي. إلهي بباب الحوائج أبي الفضل العباس اقضي حوائج المحتاجين، شافي جميع المرضى، ألبسهم ثوب الصحة والعافية. إلهي بأبي الفضل العباس وفق شبابنا، عندهم امتحانات هالأيام، امتحانات، استر على بناتنا. طالبي الذرية كثير من الناس يجون يقولون ولا نزار ما عندنا ذرية، ادعي لنا. طالبي الذرية ارزقهم ذرية صالحة موالية لأمير المؤمنين، سدد وأيد مراجعنا وعلماءنا العظام، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.